international society, including national judicial. The report also recommends reactivating. The study above all calls on various bodies of the United Nations, to civil society and to the media, and do its best to generate support. هذا التقرير الذي بين أيدينا اليوم يخلص بناء على الاستقصاء العلمي والأدلة القاطعة إلى أن إسرائيل قد أسست نظام أبرتايد تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله حيث وجد، نظام يطال الفلسطينيين في إسرائيل وفي الأراضي التي احتلت عام 67 وفي الشتات. فإسرائيل التي يشجعها تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكاتها المتواصلة والمتراكمة للقانون الدولي نجحت طوال العقود الماضية في فرض نظام الأبرتايد عبر وسيلتين: أولاً تفتيت الشعب الفلسطيني سياسياً وجغرافياً لإضعاف قدرته على المقاومة وتغيير الواقع، قمع الفلسطينيين كلهم بقوانين وسياسات وممارسات شتى، وذلك بهدف فرض سيطرة جماعة عرقية عليهم وإدامة هذه السيطرة. لا تقتصر أهمية هذا التقرير على أنه الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية قد أنشأت نظام أبرتايد يضطهد الشعب الفلسطيني، بل إن أهميته تكمن كذلك في تسليطه الضوء على جوهر قضية الشعب الفلسطيني وشروط تحقيق السلام. ويبين التقرير أن لا حل في حل الدولتين أو في أي مقاربة إقليمية أو دولية ما لم يتم تفكيك نظام الأبرتايد الذي فرضته إسرائيل على الشعب الفلسطيني. فالأبرتايد هو جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي، وإن التقرير يدرك أن الحكم بكون إسرائيل دولة فصل عنصري يصبح أكثر رسمية إن صدر عن محكمة دولية، وعليه فإنه يوصي بعدة إجراءات منها إعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري اللذين توقف عملهما في عام 94 عندما اعتقد العالم أنه تخلص من الفصل العنصري بسقوط نظام الأبرتايد في جنوب إفريقيا. وفي التقرير دعوة للدول والحكومات والمؤسسات إلى دعم مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات البي دي اس وغيرها من المبادرات الهادفة إلى إسقاط نظام الأبرتايد الإسرائيلي. Assembly consideration given as to whether to request an advisory opinion